السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد آدم لقمان وأنا طالب في مدرسة إرشاء زهري الإسلامية من الصف الثاني الابتدائي أندلسيا. سأقدم لكم كلامي اليوم عن القرآن. هذا القرآن وهو هدى للناس جميعا، فيه 30 جزءا ومئة وأربعة عشرة سورة. أقرأ القرآن في البيت مع أسرتي كل يوم بعد صلاة المغرب. أتعلم القرآن في مدرستي مع الأستاذة أنغريني كل يوم. حفظت سورا كثيرة في القرآن، منها سورة الضحى والليل والعلق والإخلاص. أنا أحب تلاوة القرآن لأنه كلام الله تعالى. هذا فقط مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.